حكايه الاهلي في الدوري المصري وحكايه النادي الاهلي عبر بطولاته كانت الجمله الاهم من الكابتن محمود الخطيب ان خساره الدوري هي انطلاقه لكل البطولات القادمه. مفيش في كره القدم اننا هنكتسح كل البطولات، لكن في تاريخ النادي الاهلي مفيش في عقليه اي مشجع اهلاوي او حتى منتمي للنادي الاهلي غير انه يلعب على انه يكتسح كل البطولات. فكانت الكابتن رساله الكابتن محمود الخطيب الخساره هي الانطلاقه، والجماهير اللي هي فرحتكم محتاجه انكم تفرحوها مره ثانيه لانها تستحق، وان انتم كمان كلاعبين تستحقوا. وشيء عظيم جدا برغم ان احنا استعرضنا خلال مشوار النادي الاهلي الافريقي ازاي كان مجلس الاداره وعلى راسه الكابتن محمود الخطيب داعمين للاعبين دول، وازاي كانت البعثات الخارجيه بيكون في تقارب وفي اهتمام من رئيس النادي الاهلي شخصيا في كل البعثات، ومع ذلك الكابتن محمود الخطيب بيقول لهم احنا قصرنا في حقكم. رئيس النادي بيكلم لاعبيه بيقول احنا قصرنا في حقكم، ليه؟ لانكم تستحقوا التكريم. اوعى تنسى ان انت بطل افريقيا مرتين على التوالي، ودي ما بتحصلش كتير بالفعل، حصلت مع النادي الاهلي 3 مرات. اوعى تنسى ان انت بطل السوبر، اوعى تنسى ان انت صاحب برونزيه كاس العالم للانديه، الميداليه الثانيه بعد الجيل العظيم جيل ابو تريكه وبركات وعصام الحضري وفلافيو ومتعب، مش عايز انسى حد، وائل جمعه طبعا، مع احتفاظنا طبعا للجميع بالالقاب. دي كانت رساله الكابتن محمود الخطيب، وده كان ختام المشهد اللي المفترض كان يتوج من وجهه نظرنا بالنادي الاهلي بطل للدوري المصري، ولكن الكابتن محمود الخطيب كان عارف ان في جزء علينا كان المفترض اننا نقوم بيه بشكل كويس، وجزء خارجيا المفترض ان يتم الحساب عليه لان الاهلي مش بيسيب حقه. الجزء اللي كان علينا هو الجزء اللي اوضحه بيتسو موسيماني لما قال انا اتعلمت ودايما انا بتعود ان انا ادفع في مقابل التعليم. بعد ما خلصت مباراة الاهلي واسوان كان المؤتمر الصحفي تقريبا بيتسو موسيماني بيتكلم عن الكلام اللي قلناه هنا، وراجعوا حلقاتنا كويس جدا لما قلنا بيتسو موسيماني جاي من باك جراوند دوري جنوب افريقي، تعادل 9 مرات، اتهزم 5 مرات، لكنه في النهايه ما كانش اقوى هجوم ولا اقوى دفاع، لكنه في النهايه كان بطل الدوري الجنوب افريقي. مع الدوري المصري قلنا الوضع مختلف، وان بيتسو موسيماني فاهم كويس جدا ادغال افريقيا ولكن لم يتفهم بعد الدوري المصري، ده الكلام قلناه هنا في الاهلي خط احمر، فبيتسو موسيماني قاله في المؤتمر الصحفي عشان يؤكد ان احنا دايما صادقين معاكم، بنحاول نوصل لادق ادق تفاصيل كره القدم، وربنا بيوفقنا دايما بفضل الله. نطلع نشوف فيديو بيتسو موسيماني وهو بيتكلم عن الدوري المصري. بص، هو سؤال بس، وكان الاستاذ محمد بيسال بيقول له انت عملت موسم كبير في خلال 10 شهور اقل من سنه، حققت القاب كانت غايبه عن النادي الاهلي زي الكاس السوبر وزي كاس مصر وزي افريقيا ومرتين افريقيا وزي ميداليه برونزيه لكاس العالم للانديه، ايه رسالتك للنادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي دايما في ظهرك ودايما بتدعمك وعملت ملحمه زي حتى تعبير حياتك ادويه ملحبه في حب النادي وفي حب اللاعبين والفريق والجهاز. فهو بيرد بيقول انا اتعلمت، دفعت مصاريف الدراسيه، بمعنى انا اتعلمت، دفعت ثمن التعليم يعني. وصلت ساذج مصر وكنتش عارف ايه اللي بيحصل. Not understanding the الدوري. ما كنتش فاهم ايه الدوري المصري. Not understanding the culture of my players. ما كنتش فاهم ثقافة اللاعبين بتوعي. Didn't even understand the religion. حتى الجزء الديني، الدين ما كنتش فاهم تعاليم الدين. I didn't understand many things. حاجات كتيرة ما كنتش فاهمها لما جيت. I just came for football. جيت بس لكرة القدم. But I've realized that it's more than football. بس عرفت الموضوع، تأكدت الموضوع أكبر من كرة قدم. But yes, I've made a lot of mistakes. طبعا أنا ارتكبت أخطاء كتير. I look back and I said, oh, I made many mistakes, but I made mistakes because I was a little bit not aware. You know, like a small 2-year-old, you can just cross the street. بيقول انا عمال ارتكبت اخطاء، بس ارتكبت اخطاء عن جهاله، انا ما كنتش عارف، عن جهل يعني، ما كنتش عارف، زي الطفل الصغير لو عنده سنتين لما تبي يعدي الشارع وهو مش عارف، ما عندوش معرفه لسه. But somebody posted a lot of pictures, 6 pictures on the social media and I saw myself in those 6 pictures. هو في حد حط على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي 6 صور وهو شاف نفسه في الـ6 صور زي ما هو بيرفع الكؤوس and
Yes, I understand the spirit of Ali. افكر افهم دي ايه فتره النادي الاهلي فعلا. The spirit of Ali is to win. ودي روح دي روح شخصيه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي، روح النادي الاهلي انك بتكسب كل حاجه. And then out of six we got five. ومن ست مسابقات لعبنا عليهم كسبنا خمسه. جميل جدا ان كل مدير فني تقريبا بيجي النادي الاهلي بيحقق نجاحات بيكون بيتحمل جزء ايضا من الاخفاقات وما بيهربش من المسؤوليه. بيتسو موسيماني بيقول انا اتعلمت الدرس، انا كنت جاي مش عارف يعني ايه الدوري المصري، مش عارف اللغه، مش عارف الديانه، مش عارف حاجات كتير غير ان انا عارف النادي الاهلي، وبالنسبه لافريقيا انا عارف كويس اموري في افريقيا، لكن بالنسبه للدوري المصري انا الموسم ده كان موسم لتعليم اتعلم ازاي اقود النادي الاهلي في الموسم القادم والمواسم القادمه، ووعد ان هو هيحقق نتائج افضل. الاهم من كل ده ان هو برده ما نساش ان هو يقول انا ليا دور في الانجازات ودور مهم جدا، واتحطيت في ست لقطات. يمكن الدوري المصري كان انتهى مع رينيه فايلر ولكن هو اللي ختم الدوري، لكن اتحط في لقطه كاس مصر، دوري ابطال افريقيا مرتين، سوبر افريقي، برونزيه كاس العالم للانديه، ومع ذلك حاسس ان هو مقصر في الجانب ما يخص الدوري المصري. ليه؟ لان هي دي طبيعه وعقليه المدير الفني اللي يقدر ينجح مع النادي الاهلي. انت بتلعب في كل البطولات على انك تكون رقم واحد، لان تاريخك بيقول ان انت ما ينفعش تكون غير رقم واحد. بص يا اسامه، في حته لازم نتكلم فيها، مش بنتكلم ان احنا قلنا والله مش دي القصه، بس كتير جدا كنا بنقابل ناس، انا ناس كتيره جدا اتناقشت معايا بعد الحلقه ان اكيد ما فيش حاجه اسمها موسيماني في افريقيا غير الدوري، وان ده تدريب وده تدريب. كان ردي لا، في حاجه اسمها فلان عنده النو هاو بتاعه الحاجه دي، وده اللي كان عنده موسيماني. موسيماني بخبراته الافريقيه كان عارف كويس قوي، كانه خبير بدروب الكره الافريقيه. وفعلا تحليلنا لان هو عنده ثقافه مختلفه في الدوري المصري وخصوصا دوري جنوب افريقيا، وشرحنا اسامه بالنقاط ايه اللي حصل والجاب اللي ما بين هنا وهنا، هو ده اللي موسيماني تقريبا بيتكلم فيه. هو ده اللي موسيماني جه وقف عنده، ان سيكولوجيه او طبيعه الدوري المصري مختلفه، وكويس قوي ان يكون في مدرب بيقول انا بتعلم. بس انا عايز اقف عند جمله موسيماني قالها بصراحه لفتت نظري جدا، وهي فكره ان انا حققت خمس بطولات من سته، بس ده مش كفايه، انا لازم احقق كل حاجه. أنا بحب المدرب اللي بالعقلية دي، أنا بميل للمدرب اللي بالعقلية دي على طريقة بيتسو موسيماني. في كتير مدربين كان يقولك كرة القدم طبيعتها أن أنت بتحققش كل حاجة، أنا في رأيي دي عقلية مختلفة تماما عن جماهير النادي الأهلي، حتى لو الأصل بتاع الأمور أنك طبيعي تخسر بطولات، نخسر كشيء استثنائي، بس أنا ما بقاش مستعد للخسارة، والفرق في الجملة دي كبير. موسيماني ما كانش ده بس كلامه في المؤتمر الصحفي، وقف كمان عند مشاكل فنية دقيقة وصارح بيها الإعلام. تعالوا نسمع موسيماني قال إيه. عدد الأهداف اللي دخلت في مرمى النادي الأهلي 29 regarding the goals were conceded. عدد كبير جدا جدا جدا. 29 29 goals conceded during the whole season is a huge number. I think with the new players, the new season, what is your vision for the next season? And do you think that your players will be brought for you, brought for the team? You can give strength to the team and you can make a difference for the club. Starting with the goal we concede, coach. I'm an open coach. And I'm an honest coach. طب بس هو سؤال بس بيقول ان جميع النادي الاهلي سعيده بالموسم التاريخي. انا امين مع نفسي وانا ما بحبش لما يكون في مشكله ببص لنفسي كويس وبسال نفسي يا ترى في مشكله ولا لا؟ ببقى واضح مع نفسي. وزي ما حضرتك قلت حكايه ان دخلت فيها 29 جون السنه دي، دي في مشكله فعلا. If you look at the goals we conceded, لكن بص الاهداف اللي دخلت فينا mostly is second half. استقبلناها معظمها في الشوط الثاني، اخر دقيقتين، اخر ثلاث دقائق، اخر دقائق في المباراه، اخر خمس دقائق، 10 دقائق مباراه. وسؤال بساله لنفسي انا، ممكن حاجه تساعدني كمان بس يكمل، ممكن بحاول هيكسب ويكمل وحقيقه. When the team concede a lot of goals at the end, لما فريق بيدخل فيه اهداف بيستقبل اهداف في اخر دقائق في المباراه، في نهايه الماتش، السؤال you lost concentration, فقدت تركيزك، لم فقد تركيزها، you tired, مرهقين، or you attack carelessly,
ولا بتهاجم بعشوائي يعني بدون اهتمام بالدفاع. So my job is to go home now. انا دوري مرجع بلدي. The next four days. الاربع ايام اللي جايين. I will look. هبص. And I will be honest to myself. وهبقى امين مع نفسي. موسيماني في اخر مباراة في الدوري المصري بيشتغل للموسم اللي جاي. هو ده مدرب النادي الاهلي اللي قال انا لازم اكون امين واتكلم ان في مشكلة احنا برضو اتكلمنا فيها هنا. وهو استقبالي 29 هدف وكمان واقف على نقطة مهمة جدا ان جزء كبير من الاهداف جاء في الدقائق الاخيرة. احنا اتكلمنا ان في 10 اهداف جم في اخر ربع ساعة في النادي الاهلي. مهم جدا كمان ان موسيماني اتكلم في ان هو محتاج يفهم اسباب ايه ده. هل انت بتندفع؟ وعلى فكرة انا رأيي ان جزء كبير جدا ان انت ما بتحسمش المباريات في الشوط الاول فاندفاعك في الشوط الثاني بيساهم خصوصا في الربع ساعة الاخيرة هي الاكتر تسجيلا والاكتر استقبالا. فهو ده المعيار كله. موسيماني قال انا لازم حدرس ايه ده عشان اعرف السبب. وانا بقول لكم ان موسيماني في تحدي الموسم القادم. وانا بحب المدرب اللي يكون بيتكلم في فلسفته وافكاره والعيوب والايجابيات وتبدا انت كمشجع او اعلامي او اي حد في الميديا بشكل عام او وسائل التواصل يبدا يحلل ويقيم. هل الموسم الجاي هنشوف دفاع النادي الاهلي مختلف؟ انا اتمنى ان شاء الله موسيماني يكون حط ايده بشكل كبير جدا على نقاط الضعف اللي كانت عند النادي الاهلي وهو قادر زي ما وصل لفلسفه مميزه جدا في افريقيا كمدرب ان في الدوري المصري ما يحتاجش اكتر من موسم عشان يفهم طباعه. جميل في تصريحات بيتسو موسيماني ان هو بيتكلم شغل. انا رحت جنوب افريقيا 3 ايام كانت اكبر اجازه ليا. الاجازه اللي هو رايحها دي هتبقى 4 ايام وبيتكلم في وقت الاجازه دي انا هدرس واشوف واكون امين مع نفسي الاخطاء اللي ادت ان انا استقبل 29 هدف. للامانه 29 هدف ده اسوأ رقم حصل في تاريخ النادي الاهلي كاستقبال اهداف من سنه 1948 من بدايه الدوري. ما حصلش القصه دي خالص. وانا بالنسبه لي مش شايف ان الامر بيرجع لافراد قد ما بيرجع لفكره منظومه. يعني ده دور بيتسو موسيماني رقم واحد لان المفترض ان منظومتك الدفاعيه بتبدا من المهاجم وبالتالي فكره ان قلنا كل فريق بيهاجم النادي الاهلي بيسجل دي فيها خطوره كبيره جدا ولازم نعالج ده خاصه ان احنا كنا قادرين نعمل ده واحنا بنلعب دوري ابطال افريقيا وقلنا اننا لعبنا النهائي ودور قبل نهائي 3 مباريات مع الترجي وكايزر تشيفز ما دخلش مرمانا او ما استقبلناش اي هدف وده كان شيء ايجابي جدا. نتمنى الشيء الايجابي ده يتحقق على ارض الواقع في الدوري المصري خاصه ان بيتسو موسيماني كان في لقاء بعد الاهلي والمصري قال لو انا دخل مرمايا هدفين فانا سجلت 4. بالمناسبه دي كانت فلسفه فايتسا سنه 89 لما كان بيلعب بطريقه جديده على الكره المصريه طبعا المدرب الشهير وبدا يستقبل النادي الاهلي بعض الاهداف فكان برضو بيسجل اهداف فكانت دي فلسفته مش مهم يجي فيها هدف واثنين هسجل وعندي القدره ان اسجل 3 و4. في النهايه يهمنا الوعد او القسم اللي اقسمه بيتسو موسيماني على نفسه ان هو اقسم ان الموسم الجاي مع النادي الاهلي هيقدم اداء افضل وهيقدم نتائج افضل من اللي اتقدمت مع النادي الاهلي. فتخيل وانت بتحقق تقريبا كل بطولات الموسم باستثناء بطولة الدوري بفارق 4 نقاط كمان بيقسم ان الموسم الجاي هيكون افضل وهو هنا حط على نفسه مسؤولية كبيرة جدا وبإذن الله قادر ان هو ينفذ القسم بتاعه لان في منظومة النادي الاهلي بيتوفر لك كل سبل النجاح. دي كانت نقطة بيتسو موسيماني والحديث عن مباراة الاهلي واسوان. بالمناسبة ولا نخليها في فقرة الفار روم الحديث عن مباراة الاهلي واسوان لكن عندنا خبر ان الكابتن محمود الخطيب فوض الكابتن سيد عبد الحفيظ لحضور اجتماع الانديه مع اتحاد كره القدم في التشاور حول الموسم الجديد. طبعا في اقتراحات كتير بتتكلم عن شكل الموسم هيكون ازاي مجموعتين لا مجموعه واحده ودور واحد بس اللي يتلعب لان عندنا التزامات كبيره جدا سواء على مستوى الانديه او حتى على مستوى المنتخب. لكن انا وجهه نظري اتمنى يكون الاهم هو تغيير المادة في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم متعلقة بالتحكيم الأجنبي. النادي الأهلي طالب بتحكيم أجنبي ولكن في النهاية بيقول إذا وافق اتحاد الكرة. كلمة إذا وافق اتحاد الكرة دي نتمنى بس اتحاد الكرة يعدلها وتطرح الأمر لكل الأندية وتمنحهم حقهم طالما في لائحة بتقول قبل 15 يوم تقدر تحط المبلغ المتبع
او الجاهز ان انت تستخدم بيه حكام اجانب، لكن تقول لي حط المبلغ وقبلها ب 15 يوم وانا وافق ولا لا، دي اعتقد ان انت بتمنحني حق ثم بتسلبه مني في نفس الماده، وده شيء صعب جدا. ولكن كل التوفيق للانديه كلها انها تطلع بشكل مع اتحاد الكره وحل لموسم قادم يا فارس، اعتقد هيكون مليء بالاحداث. بص، هو انا عايز اقول لك حاجه، موضوع التحكيم الاجنبي ده انا عندي وجهه نظر فيه. احنا اتكلمنا ان النادي الاهلي السنه دي لو خد حقه بعيدا عن المنافس استفاد بكام نقطه، كنت انت هتكون برضو بطل الدوري. بس انا ما بحبش فكره علاج قصور ما بان هو يجبرك انك تفكر من نفس المنظور. بمعنى انا عندي المنافس استفاد بنقاط، حتى لو انا كان عندي تحكيم اجنبي انا كده حققت العداله في جانب واحد، ان انا جبت الحكام الاجانب لمباراتي والمنافس يلعب زي ما هو عايز او تستمر الاخطاء. فانا عايز احط قاعده، لا انا ما عنديش مشكله، لازم يكون في طرح قوي لتقييم تجربه رئيس لجنه الحكام السنه دي واتحاد الكوره، ونعرف ايه المشكله. وما فيش عندي مشكله بما ان الانديه المسابقه دي في رعاه وفي استثمار وهي اقتصاد زي ما اي حد عارف، لا لو رئيس لجنه الحكام بالوضع المزري اللي شفناه تحكيميا ده، انا بشوف رئيس لجنه حكام اجنبي، دي وجهه نظري، او خبرات تضيف لنا او اغير، ده نقطه مهمه. رقم اتنين يا اسامه، جوده التصوير، انا عندي مشكله معاه كبير جدا، مش على مستوى كمان رفاهيه استمتاع بالمباراه، على مستوى ان كمان جوده التصوير ساهمت ان في اوقات كتير جدا ما نقدرش نشوف لقطات كان جوده التصوير ممكن تختلف في القرار فيها، كمان ده شيء مهم. كابتن سيد عبد الحفيظ كان اتكلم في نقطه مهمه، قال احنا مش هنضغط بالشكل ده تاني ومش هنقبل ان احنا نيجي على نفسنا تاني. انا ما عنديش مشكله في فكره الوين وين سيتويشن، انا بتعامل مع اتحاد الكره ان انا عندي ضغط مباريات فنتيجته انا ده حاجه عادله جدا، ممكن اضغط الفتره دي بس بفتره بعد كده انا يكون عندي عدد معين من الراحه لاني خلصت عدد معين من المباريات. انما ما فيش حاجه اسمها انا هلعب مباراتين بدون الدوليين والاقي نفسي بلعبهم ثلاثه والاقي الثالثه لحد ما اللعيبه رجعوا من طوكيو، طبيعي ما تقدرش بعد رحله واختلاف الساعه البيولوجيه تدفع بيهم فلاقي نفسي دخلت في اربع مباريات. هنا في خلل، حاجات كتير جدا لازم تتناقش ولازم يكون في موقف واضح وصريح، لان انا الاهم عندي من ان انا اكون شفت الموسم اللي فات الاخطاء ايه، اهم عندي ان هي ما تتكررش الموسم اللي جاي على نفس طريقه بيتس وموسيماني، ان احنا نعرف كلنا العيوب فين ونعالجها. كمان اللوائح الخاصه بمشاركه لعيب زي سيف فاروق جعفر، اللوائح الخاصه بعقوبات تاديبيه اللاعبين، كل ده لازم كشف حساب لاتحاد الكوره، لان هو اكتر طرف السنه دي مفترض يتحاسب بالتاكيد. بس انا اعتقد ان ده مش هيكون في الاجتماع، لان الاجتماع لبحث شكل الموسم الجديد. لكن مهم جدا كمان، انا بالنسبه لي ممكن اكون مختلف مع فارس في نقطه ان نطبق العداله التحكيميه على الجميع. انا عن نفسي كان احمد اسامه وجهه نظري، لا انا عايز انا العداله التحكيميه تكون في مباراه النادي الاهلي بغض النظر عن فكره المنافس، لان انا بشوف من وجهه نظري والواقع والارقام والنقط اللي احنا افتقدناها بتحكيم مصري، لو في تحكيم اجنبي للنادي الاهلي والنادي الاهلي سعى للتحكيم الاجنبي كان هياخد الدوري حتى لو حصل اخطاء لصالح المنافس. لكن في النهايه بالتاكيد لازم كشف حساب للجميع.